دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله ال 15 من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمجلس الدولة هيواصل استقبال ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد لدفعة التعيينات الجديدة لخريجي 2023 من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وحتى 10 ديسمبر الجاري. وحدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بألا يقل التقدير عن جيد، وألا يزيد المتقدم عن 30 عام، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات ويتمتع بصحة جيدة. النهاردة اعتقد البورصة المصرية للسلع جلسة جديدة رقم 99 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص. تهدف البورصة المصرية للسلع لتقليل حلقات تداول المنتجات والسلع بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج والحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق. النهاردة هتنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة تحت شعار نعم للمشاركة خليك إيجابي، وده في إطار تعزيز الوعي السياسي للطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة، منها مباراة ليفربول مع شيفيلد يونايتد الساعة 9:30 بالليل، ومباراة القمة اللي بتجمع مانشستر يونايتد مع تشيلسي الساعة 10:15 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا.